هذا سائل يقول: ما معنى هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ معناه واضح، معناه واضح، أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد هذه المخلوقات. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم فائدة البنك على الوديعة إذا كان البنك يقوم بأعمال تجارية؟ إذا كان يتعامل بمعاملات شرعية مباحة فلا بأس، أما إذا كان البنك يتعامل بالربا أو بالقمار فلا يجوز أخذ الفوائد منه لأنها ربوية.